الله أكبر والعزة لله. كتيبة علمة، استهداف صاروخ أرض أرض داخل الكتيبة، وتم تفجيره داخل الكتيبة في كتيبة علمة المحاصرة من قبل أبطال الجيش الحر. الله أكبر والعزة لله. كتيبة 49 دفاع جوي في بلدة علمة، حصار الذي بدأ يوم الجمعة ونحن اليوم في اليوم الرابع على التوالي. الله أكبر الله أكبر. والأدخنة تتصاعد من داخل الكتيبة بعدها تم استهداف الصاروخ داخل الكتيبة من قبل دبابات الجيش الحر.